المهم هو ما نبدو عليه في أعين جماعة عشوائية من الناس، بل ما نعرف نحن أننا عليه في داخلنا. وحسب كلمات شوبنهاور، سوف يكون كل توبيخ وانتقاد مؤلما فقط بقدر ما يضرب على أوتارنا الحرجة. أما الشخص الواثق من أنه لا يستحق هذا التوبيخ، فهو قادر إن شاء أن يزدري مطمئنا واثقا من نفسه. يتحدث ألن في كتابه قلق السعي إلى المكانة عن غير القادرين أو غير المستعدين لتقديم فروض الولاء والطاعة للأفكار السائدة عن المكان العالي، ولكنهم رغم ذلك يستحقون أن يصنفوا تحت فئة أخرى غير الوصف القاسي بكلمات مثل فاشل أو نكرة.